سنقوم بتأمين هاد الناس بما أوتينا من قوة باش ما عطى الله. ولكن اليوم شكون هو المدعم الرئيسي؟ راهما انتوما. العادة نقابتنا تجري دائما في إطار ما هو متعامل به بالنسبة للمعنى الأصل كلمة نقابة. نبحث عن حقوق ومطالب للفنان المطرب الموسيقي الذي يقتات خبزه من هذه المهنة، هذه رقم واحد. إذا اشتغلنا في إطار حفلات كما رأيتم هذه اللحظة فما ناخذوش بخلفية معينة، هذا يعتبر حفل تأبين على الإخوان ديالنا اللي عاشرونا سنين طويلة، سي أحمد بن يحيى سي محمد الحلو الله يرحمهم في هذا النهار. هذا كفانا كي تقام الدنيا ولا تقعد مني كي يموت شي واحد والعازف لا يؤخذ بعين الاعتبار. لماذا؟ سؤال وعلامة استفهام كبيرة، لماذا؟ فمهما يكتب الكاتب ومهما يلحن ومهما يغني ومهما يوزع فلا مجاش الموسيقي راه ما تخرج حتى شي حاجة للوجود. الموسيقي هو اللبنة الأساسية فخص الحفاظ عليه وإعطاؤه جميع الحقوق دياله وتفعيل قانون الفنان مسألة من الأولويات. نطالب ونناشد الجهات المسؤولة باش يعجلوا بهذاك قانون الفنان يخرج للوجود. دعم هو الناس المتعاطفين مع هاد العازفين ومع هاد الفنانة، لم نسحب ولو درهم من أي جهة مسؤولة ولو درهم واحد. تعطى بعض الأحيان أنواع من الدعم في مجالات لا نعرف المعنى أو الغاية منها، واليوم باش نساعدوا جوج عائلات اللي لم يعد لهم اي معيل راه ما لقينا حتى شي جهه اللي توقف معنا. سيدي محمد الحلو وسيدي احمد بن يحيى رحمهم الله تعالى ربما جمعتنا بهم مرات قليله لكن تركوا الانطباع الاكبر والانطباع الاجمل والانطباع الارقى في نفوسنا بحكم حسهم الفني والموسيقي المرهف. يعني نحن هنا في اطار هذه الثقافة العرفانية لمجموعة من المتميزين الذين أعطوا وأسدوا للوسط الفني ما أسدوا وهم الآن بين يدي الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم وأن يتقبلهم بقبول حسنين، وأتمنى يعني أن تتلو هذه البادرة بادرات أخرى طيبة إن شاء الله تعالى، يعني حتى يكون يعني هذا الباب بابا من أبواب صلة الرحم بين الفن وبين أهلي وبين أهل الفكر وأهلي الفن الجاد وأهلي الطرب وأهلي الذوق الراقي، وأتمنى كذلك أن تليه بادرات أخرى لتكريم مجموعة من الأسماء التي ربما لم ينفض عنها الغبار ولم تعرف لدى الجمهور المغربي الأصيل ولا حتى الجمهور العربي، حتى نعترف بما قدموا ونزكي هذه الثقافة، ثقافة الاعتراف إن شاء الله تعالى.